السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين في المعادلات، وهو موجه للتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا لدينا x مربع ناقص 8x زائد 16 يساوي صفر. في هذا التمرين غنحاول نستعمل المتطابقة الهامة a مربع ناقص 2 ام b زائد b مربع اللي كتساوي a ناقص b الكل أس 2. إذا حنا كيكون عندنا واحد التعبير غنحاولوا نلقاو هذه الصيغة هذه باش من بعد نرجعوها بهذا الشكل هذا، ومن بعد نحلوا المعادلة بكل سهولة. كنعرفوا كذلك بأن مربع عدد كيساوي صفر، إذا كان مربع عدد كيساوي صفر فهذاك العدد كيساوي صفر. إذا نبداو في المتطابقة الهامة أو في المعادلة الأولى. إذا عندنا إكس مربع، إذا الحد الأول راه باين إكس مربع يعني أ مربع. في الحد الثاني دائما كنحاول نفكك ونبين داك الجوج، عندنا جوج A في B، إذن جوج. هنا عندنا X، إذن جوج في X نضربها فاش، إذن العدد اللي خصني نضرب فيه باش يعطيني 8X، إذن هو 4. إذن جوج في X في 4 راه هي 8X، زائد 16 هي 4 في 4 يعني 4 أس 2. إذن احنا كتبنا هذا التعبير على شكل A مربع اللي هي X مربع ناقص جوج X في 4، إذن جوج AB زائد B مربع اللي هي 4 أس 2. إذن متطابقة هامة. إذن كتكتب على شكل A ناقص B الكل أس 2 AX ناقص 4 الكل أس 2، وبالتالي عندنا مربع عدد يساوي صفر. إذن X ناقص 4 تساوي صفر. إذن X تساوي ناقص 4 بين هذا الطرف الثاني رجعت 4، وبالتالي 4 هو حل هذه المعادلة. بنفس الطريقة غادي نحاولوا نحلوا المعادلة الموالية إكس مربع. دائما كنكتبوا جوج باش كنبين. إذا عندنا جوج، الحد الأول راه هو إكس مربع، إذا عندنا إكس كذلك هنا ناقص جوج إكس مضروبة في ماذا؟ إذن باش نلقاو 18 خصني نضرب جوج في 9، إذن ناقص جوج إكس ناقص جوج في إكس في 9 راه هي 18 إكس، إذن زائد 81 هي 9 في 9 أي 9 أس 2. إذن حنا كتبنا هاد التعبير على شكل أ مربع ناقص جوج أ بي، إذن جوج إكس في 9 زائد 9 أس 2. إذن التعبير كيتكتب على شكل x ناقص 9 الكل أس 2 تساوي صفر، وبالتالي x ناقص 9 تساوي صفر. إذن x تساوي العدد 9، وبالتالي 9 هو حل، إذن هو حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية لدينا جوج إكس مربع ناقص جوج جذر جوج إكس زائد واحد تساوي صفر. دائما بنفس الطريقة، إذا عندنا جوج إكس مربع، العدد جوج اللي بغينا نكتبه على شكل مربع عدد فهو جذر جوج أس 2، إذا جذر جوج أس 2 هي 2. إذا جذر جوج أس 2 إكس أس 2، وحنا كنعرفوا بأنه إلا كانت عندنا أ مربع ب مربع راه هي أ ب الكل أس 2. إذا جداء قوتين لهما نفس الأس هما جداء القوتين أس الأس المشترك. إذا هذه راه غتساوي لنا جذر جوج إكس الكل أس 2، وبالتالي المعادلة يمكن نكتبها على شكل جذر جوج إكس الكل أس 2، إذن هذا الحد راه هو هذا الحد ناقص 2 في ماذا؟ إذن لقينا أ اللي هي جذر جوج إكس يعني الحد الأول ديال المتطابقة الهامة. إذن جوج مضروبة فاش؟ في جذر جوج إكس هي هاد مضروبة فاش؟ إذن عندنا جوج في جذر جوج إكس راه هي جوج جذر جوج إكس مضروبة في واحد زائد واحد أس 2، واحد أس 2 هي واحد.
إذن احنا كتبنا التعبير شكل متطابقة هامة. إذن عندنا هنا A مربع ناقص جوج A في B زائد B مربع. إذن كتكتب على شكل جذر جوج X ناقص واحد الكل أس اثنان تساوي صفر. إذن جذر جوج X ناقص واحد تساوي صفر، وبالتالي جذر جوج X إذن ناقص واحد دينا الطرف الثاني رجعت واحد. هنا عندنا جداء جذر جوج في X، إذن X كتساوي واحد وكنقسم على المعامل ديال X. إذن للتخلص من الجذر في المقام كنضربو في المرافق، إذن المرافق جذر جوج هو جذر جوج، إذن واحد في جذر جوج على جذر جوج مضروبة في جذر جوج. إذن X تساوي جذر جوج، وجذر جوج في جذر جوج هي جذر جوج أس اثنان. إذن هي جذر جوج وجذر جوج أس اثنان هي جوج. إذن X كتساوي جذر جوج على جوج، وبالتالي جذر اثنان على اثنان هو حل هذه المعادلة.